اعتقد غرفه خلع ملابس بالنسبه لنادي الزمالك كان فيه نوع من النشوه شويه. بس كابتن هاني في المواقف دي المدير الفني هنا كان له دور كبير جدا، ان هو لما يدي مساحه للشناوي، برافو عليك، يدي مساحه للشناوي، خصوصا هو عارف ان هو مش يعني باللغه العربيه مش هيقدر يوصل لهم الحافز والطموح والهدف. برافو عليك، كان ممكن اي مدير فني تقول له لا استنى انا هتكلم، ما بيخليش لعيب حتى يتكلم بين الشوطين، لكن مزبوط. هو اداله المساحه دي لان هو عنده شخصيه القائد، ده عنده في اوضه اللبس لما بيكون عندك اكتر من قائد بيكون عندك شخصيات قويه عندها مسؤوليه، وده اللي شفناه في السوليه وشفناه في قفشه وشفناه في الشناوي، ايمن اشرف، لعيبه كتير جدا عندها المسؤوليه دي، لعيبه بتشد بعض، فان مستر موسيماني يدي المساحه دي للشناوي، وخصوصا انا على ما اعتقد ان ربع ساعه اللي بين الشوطين ما كانتش كلام في فنيات، قليل جدا، مساحه للشناوي ان هو ياخد مساحته ان هو يشد اللعيبه، واحنا لينا كلنا كلاعيبه كان لينا طرق مع بعض، ممكن ما توصلش للناس او طرق تعنيف الناس ما بتشوفهاش بس بطريقه ممكن يقولوا ده بيتخانقوا مع بعض، لكن هم الحافز والطموح والهدف، عشان كده زي ما بيقول صديق، وان احنا حتى في الدقيقه 90 بنلعب لحد صفاره الحكم، لان احنا شادين بعض على طول، اي حد حتى لو مش فايق فنيا هتلاقي زميله اللي جنبه بيشيله. معدلات الجري يا كابتن هاني اكيد ان انت بتلعب للدقيقه 90 او الدقيقه 91 وخصوصا قدام فريق كبير زي نادي الزمالك، معدلات الجري هتلاقيها كبيره جدا، ده راجع لحته الكوره مش ماشيه معايا في اخر خمس دقائق، ان حتى لو انت بدنيا بتحس ان في الريتم بقى اسرع شويه، الضغط بقى اسرع شويه، ده بتطلع فعلا حتى كابتن هاني لما الكوره ما بتبقاش ماشيه معايا كلنا كلاعيبه، لكن بنعوضها بحته الجري والروح، فده اللي كان باين، ودي اللي بتجيب لك البطوله، يعني اوضه اللبس زي ما حضرتك بتقول اللي بيجيب لك اي بطوله، اللي بيجيب لك اي نجاح، بيسيب لك اي نجاح، ان انت عندك اوضه لبس قافله على نفسها بشكل جيد، حتى في المواقف الصعبه اللعيبه الكبيره بتبان، المسؤوليه بتبان، وده اللي ظهر في الشناوي في اكتر من لعيب يعني.